ولمزيد من إثراء الحديث أكثر حول أحداث الغوطة الشرقية معنا هاتفيا من دمشق السيد شريف شحاتة المحلل السياسي. مرحبا بك سيد شريف. يعني ما يحدث من قبل مسلحي جيش الإسلام وإطلاق هذه القذائف صوب أحياء سكنية في دمشق أدت إلى مقتل طفلة وسقوط عدد آخر من المدنيين، يعني هل نستطيع القول بأن ما يحدث من قبل تنظيم مسلحي جيش الإسلام هو أنه يتلفظ الأنفاس الأخيرة له، أم أنه يستخدم ذلك كورقة للضغط من أجل المفاوضات؟ جيش الإسلام هو مجموعة إرهابية أخذت مدينة دوما رهينة بين يديها وأخذت سكان مدنيين أمنين، وكان هناك اتفاق بين الحكومة السورية والروسية مع هؤلاء للخروج إلى جرابلس. بالتالي وفقت الحكومة السورية وتم اتفاق وكانت الأمور تسير بشكل جيد. بالأمس عصرا وقضوا الاتفاق وصاحبة الباصات التي كانت موكلة نقلهم إلى جرابلس، وبدأوا بقصف العاصمة السورية بقذائف الهاون وأدى إلى استشهاد كثير من المدنيين وجرح الكثير. بالتالي كان على الحكومة السورية الرد بالمثل على هؤلاء الإرهابيين بإسكات مصادر النيران، وهم أن الاتفاق يجب أن ينفذ. جزء من الإرهابيين يريد الخروج إلى منطقة خلمون، وجزء من الإرهابيين يريد الخروج إلى المنطقة الجنوبية درعا، لكن الحكومة السورية مع الحكومة الروسية يعني الخلاف سيد شريف، الخلاف هنا بأنهم لا يريدون أن يتوجهون إلى مدينة جرابلس ويريدون أن يتوجهون إلى مدينة أخرى. هناك معلومات كثيرة تفيد بأن هؤلاء المسلحين يريدون أن يخرجون، وشريطة أن يكون هناك يعني تحصن وتأمين بشكل أو بآخر، وأن يأخذوا معهم كل الأموال التي معهم في المدينة الآن. نعم، وجزء منهم يريد البقاء في دوما ولكن تحت السيطرة وليس تحت سيطرة الحكومة السورية. جزء منهم من أراد أن يخرج يريد أن يسرق الأموال الموجودة لدى المواطنين، والأموال الموجودة لديهم وقدرت ب 900 مليون دولار. هذا يعني أن الحكومة السورية لم تسمح تحت أي ظرف من الظروف، واليوم صنفت عمليات عسكرية للجيش العربي السوري، وقام الطيران السوري قصف مراكز هؤلاء الإرهابيين، وما زالت معارك مستمرة. واليوم أيضا أرسلت هذه المجموعات الإرهابية قذائف الأمن على العاصمة السورية دمشق، على ساحة النوويين وعلى المزة وعلى محيط جسر الرئيس. في كل الأحوال ليس أمام هذه المجموعة الإرهابية مناص إلا أن تأخذ بالاتفاق وأن تغادر إلى جرابلس وأن تلتزم ما وقعت عليه، والا سيكون هناك عمل عسكري كبير وستنتهي الامور عمليا بعمل عسكري. اضف الى ذلك ان هؤلاء الارهابيين يحتجزون اكثر من 7000 مواطن سوري كرهائن لديهم، خطفوهم من كثير من المدن السوريه، وبالتالي الحكومه السوريه مصممه مع بدء العمليه العسكريه على الافراج مباشره عن هؤلاء المواطنين. سيد شريف، يعني باقه الانضمام الاخرى المسلحه قد خرجت بالفعل بالاتفاق مع الحكومه السوريه وبتدخل روسيا، لماذا هذا التنظيم تحديدا ما يسمى بجيش الاسلام يتشدق بالبقاء في مدينه دوما ويفرض الشروط الى اين يتوجه ويضع شروط اخرى لاخراج هذه الاموال معه بالكامل؟ لا، شروطه لن يتوافق عليها الحكومه السوريه، وسينفذ الاتفاق او سيقاتل حتى ينتهي عسكريا. اعتقد ان هناك مشغلين لهذه المجموعات وليس يعملون تحديدا هذه المجموعات. دول على شكل نعم، تحديدا هذه المجموعات ما يسمى بجيش الاسلام. نعم، جيش الاسلام عمليا جيش الاسلام تدعمه تارة السعودية وتارة تركيا، وبالتالي هو ممول من الجهتين، لذلك هناك أوامر له أن ينسحب أو لا ينسحب، وبالتالي القرار ليس قراره. في مجمل الأحوال العمليات العسكرية تسير بشكل جيد، والجيش العربي السوري سوف يلجم هؤلاء الإرهابيين إما الرحيل وإلى المكان الذي اتفق عليه أو الموت على أرض دوما. إذن هو يتلفظ أنفاسه الأخيرة في مدينة دوما أو أنه يخرج خروج آمن ولكن وفقا للشروط مع الحكومة السورية. هناك مفاوضات بالفعل مع قادة جيش الإسلام حول انسحاب باقي المقاتلين من مدينة دوما في الغوطة الشرقية، إلى أي مدى تتوقع أن يستجيب هذا الفصيل لهذه التدخلات من قبل روسيا لأن يكون هناك خروج لهؤلاء المسلحين من هذه المدينة؟
اعتقد اننا يجب ان نحاور ليس جيش الاسلام الارهابي بل مموليه، لان القرار ليس قراره حقيقه. هناك دول تقول له ابقى في مكانك او انسحب، بالتالي هو تنظيم يبيع نفسه سواء كان لتركيا ام لقطر ام للسعوديه، وهذا امر يعرفه الجميع. واعتقد ان الخلافات الماليه فيما بين اعضاء التنظيم هي من اوصل العمليه الى هذه المنطقه، خاصه اذا يعني كنا تابعنا شريط مسجل لهؤلاء الارهابيين سابقا كيف يتقاتلون من اجل الاموال الموصله اليها. نعم. لكن كما قلت لك هناك تصميم من الحكومه السوريه على اخراجهم الى جنابلس تحت اي ظرف من الظروف. نعم، وضحت هذه الصوره تماما. السيد شريف شحاتة المحلل السياسي كان معنا من دمشق.